عندي راشيان سلاط او ايج على روس او سلطة خضار، بصل مفروم ناعم، توم مفروم ناعم، شوية كمون عشان البيض، شوية ملح، شوية فلفل، مينيز، زيت زيتون، ليمون، خل، ونعمل ايه بقى؟ نضربها مع بعضيها. نبص على الشيبسي بتاع الاول. نضرب كله مع بعضه كده. ده الكوسة، هي بتاخدش كوسة بس انا بديها كوسة، جزر، بطاطس، وبسلة. دي من الحاجات بتاع زمان، كان زمان في سمك. كله مستوي يا باشا، انا هضحك عليك حبيبي يا رسول الله. حبة سلطة حلوة جميلة، وهنزوقها شوية بقدونس كمان.